لكن احنا عايشين الايام دي في افراح وفي مد القيامه. واكثر واحد اتكلم عن القيامه وعاش القيامه كان القديس بولس الرسول. لو رجعنا لكتاباته هنلاقي كلام كتير قوي عن القيامه. بيقول لنا مثلا في كولوسي 3 من عدد 1: فإن كنتم قد كنتم مع المسيح فاطلبوا ما قلت، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أزر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في النبأ. كلام جميل قوي عن القيامة. معلمنا بولس الرسول بيقول لنا كده: انتوا قمتوا مع المسيح؟ لو قمتوا مع المسيح يبقى في علامات لهذا القيامة. ان كنتم قد كنتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الارض، لانكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح فالله. فانا بيقول لنا حقيقه لو انت قادر او عايز تعيش القيامه في اربع نقط بتتكلم عنها بولس الرسول هذه الايه. اول نقطه بيقول لانكم قد متم وحياتكم مستتره مع الله. فاول نقطه ينبه عليها معلمنا بولس الرسول هي الايمان. وبعدين يقول قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق. فتاني نقطه القيامه قمتم مع المسيح. وتالت نقطه في هذه الايه: حتى او متى اظهر المسيح حياتنا، يعني المسيح نفسه حياتنا. يبقى احنا صرنا في المسيح وصار المسيح حياتنا، ودي النقطة الثالثة: الاتحاد في المسيح. وبعدين قال تظهرون أنتم أيضا في المجد، دي النقطة الرابعة: أمجاد الأبدية. فالحقيقة اللي عايز يعيش الأيام لابد من أربع مراحل: أول مرحلة الإيمان، ثاني مرحلة القيامة، ثالث مرحلة الاتحاد بالمسيح، رابع مرحلة الأبدية أو المجد. الإماتة، القيامة، الاتحاد، المجد. نفسي في الإماتة. الحقيقة إحنا مش بنختلف، مش بنختلف في القيامة عشان دي مواسم جديدة تعدى علينا وخلاص. ولكن لو احنا عايشين القيامة يسبق القيامة اختبار فعل إيمان داخلي. تقدرش تقوم مع المسيح إلا إذا كنت مت مع المسيح فعلا. طب إيه اللي المفروض يموت فينا؟ برضه معلمنا بولس الرسول قال الإيمان دي إيمان ثلاثية. إيه اللي يموت فينا يا معلمنا بولس الرسول؟ الثلاث حاجات بيموت فيك. أولا إمادة الذات، إمادة الجسد، إمادة العالم. ثلاثة دول لازم يموت فيك. لو عايز تفرح بالقيامة لازم تموت الثلاث حاجات دول جواك. فعل إمادة داخلي. إمادة الذات هو قال مع المسيح صليب: لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيني. ولما موت الله يبنيه. مع المسيح صليب يعني مع المسيح موت. مين اللي يحيا فيني؟ مش أنا، مش الذات بتاعتي، لكن اللي يحيا فيني
الإنسان، وإيمان الجسد هو قال معلمنا الله صلى الله عليه وسلم الذين هم في المسيح قد صلبوا الجسد مع الشهوات، فلازم أصلي الجسد. أما إيمان في العالم هو قال أما من جهتي في غلطي يا ستة، أما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي قد صلب العالم لي وأنا للعالم. فلازم تعيش الإيمان ده في الأول، الإيمان ده الثلاثية دي، إيمان بالذات. ونقصد إيه بإيمان بالذات؟ نقصد إن المسيح يحيا فينا وليس زواجنا. المسيح ينمو زواجنا الخير. لو انت عايش لنفسك وعايش اناني وعايش لذاتك يبقى لسه ما قمتش مع المسيح، لسه ما قمتش مع المسيح. عايش اناني، عايش لذاتك، عايش لنفسك، يبقى المسيح لسه ما قامش بيه. وعلى فكره حرب الذات بتستمر مع الانسان حتى لحظاته الاخير. قديس ام بطرس وامه ومار في لحظاتهم الاخيره الشيطان يقول لهم وصلتوا، يقولوا له لا لسه ما وصلناش. حرب ذات، اكثر حرب تيجي على المؤمن هي حرب الذات، ودي حرب مستمرة ومتلوية. ليه؟ لأن الإنسان بيحارب الذات في نجاحه والفشل. في نجاحه الشيطان يحارب يقول له بدراعك نجاح، بقوتك عملت كل ده. ولما يجي يفشل يبقى زعلان على نفسه وعيش في الياس، يقول لك وانا نفسي تبقى الصوره لي احارب النساء. سواء نجحت تحارب، سواء فشلت تحارب. بتحارب من ذاتك لو انت قائم. لو واحد بيصلي يقول الشيطان يا بختك ده انت وصلت بتصلي على كل الصلوات حرب. ولو انت صادق في الخطيئه يقول لك لا خلاص مالكش فايده، خليك عايش الخطيه اللي انت عايش فيها اللي زيك ملوش غير الارض والتراب، خليك قاعد فيه. الله يعني احارب وانا قايم، احارب وانا صادق. دي حرب ازاي؟ الذات الشيطان يحاربها وهي بتنمو او وهي ضعيفه. لو بتنمو يقول لك يا بختك انت السنه اللي فاتت كنت بتصوم الساعه 3، دلوقتي انت بتصوم لغايه الساعه 5، والسنه الجايه هتصوم الساعه 7، وبعدين هتطلب يومين يومين. يا بختك ده ايه اللي بيحصل ده؟ فاكر زمان لما كنت الساعه 9 الصبح تشرب كوبايه الشاي؟ لا لا تقديم قوي جدا لحد ما بيحصل وانت بتنمو او انت واقف. في خطر على الانسان الروحي من الذات، من ذات الذات. فبيشبهوا الذات دي بحبايه، حبايه بتتلون بالوان. ودي اخطر حرب على ولاد ربنا. يمكن المعارف عن حضرة المسيح والخارجين يحاربوا الجسد، أما أولاد المسيح ربنا بيديهم نعمة بيغلبوا على الجسد شوية، فبيستمر معاهم حرب الذات. عشان كده لو أنت قائم مع المسيح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، لو كنت قائم مع المسيح خلي بالك راقب ذاتك في كل لحظة وفي كل موقف. اجعل بداخلك رادار ينبهك في
في كل موقف علشان تميت ذاتك. تميت الذات يتقدم المسيح في حياتك. احنا عندنا في الصعيد هنا نقارن دايما بالعيان. انا من عين الجيران. وعين الجيران ليها الاولوية الاولى. ونفند في الكنيسة عشان خاطر الذات. راقب نفسك. راقب نفسك. لو انت لسه في هذا الفكر يبقى لسه المسيح لم يكن في حياتك. إمامة الذات تدي فرصة للمسيح يخليك تنمو. المسيح اشترى الجواب. طول ما الذات حائل يبقى ربنا عايز يديك. لكن انت واقف حائل مش عايز تستقبل اي نعمة من نعم الله. معلمة بولس الرسول بيقول هو مات لأجل الجميع لكي يعيش الحياة لكي يعيش الأحياء فيما بعد. هو مات وقام لأجل الجميع لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل لأجل الذي قام من أجلهم أو مات من أجلهم وقام. يبقى بعد القيامة مش بنعيش أنفسنا. بعد القيامة بنعيش للمسيح. فين ذاتي؟ لا بد ان ذاتي تختفي. ودي بنسميها إمادة الذات. النقطة الثانية إمادة الجسد. يعني ايه إمادة الجسد؟ يعني مش قادر في الجسد. لكن قبض جسدي. قبض جسدي. ومعلمة بولس الرسول لما قال اقمع جسدي ما كانش يقصد بقمع الجسد انه ينهيه لكن يبقى له السلطان عليه. المؤمن الانساني مش بس عنده خطيه حسيه لا ده كمان تدخل معاه خطايا تانية، تدخل معاه غيرة، تدخل معاه تحسد، يدخل معاه انشقاق، يدخل معاه نفسية غير مظبوطة، تدخل معاه قلة محبة، لأن بيمشي حسب الجسد. لكن الإنسان المؤمن الحقيقي بيبطل داخله هذه الشهوات. لسه ماشي ورا رغباتك ورا جسدك ورا احتمال ماتك الشخصية. يبقى المسيح ما قامش في حياتك. علامة قيامة المسيح في حياتك ان جسدك ما يبقاش فيه سلطان عليك. انت بتغلب على جسدك. خلي بالك لو غلبت على جسدك بمستويات من مستوى الإنسانية إلى مستوى الملائكية. لو جسدك ملوش سلطان عليك وروحك بتسمو هترتفع تصل إلى الملائكة. لكن لو جسدك سيطر عليك وبقى عمرك متغلب عليك في كل تحركاتك وتصرفاتك هيسقطك من مستوى الإنسانية إلى مستوى إيه؟ فراغ جسدك كويس. اهتمامك بالاكل والشرب والشهوات والمتعه الارضيه يبقى لسه ما قمتش مع المسيح ولا قمت مع المسيح. قمت مع المسيح قد مت مع المسيح. يبقى لازم تعيش ايمانك الجسد. فكرك كله في الجسد عايز ترجع. عايز تريح جسدك. عايز تلبس. عايز تهني نفسك. يبقى ما زلت لسه المسيح ما قامش في حياتك. ده بالعكس ما انت تقول مع القديس بولس الرسول اقمع جسدي.